وإنما ينبغي على الجميع أن يحتكموا للقانون. صحيح هناك ظلامات، صحيح هناك من وقع عليهم ظلم كبير، لكن بالقانون وحده، لأنه أصلا الناس ما ثاروا إلا ليحقوا الحق وليسوا العدل. نتحول إلى صحيفة اليوم التالية مشاهدينا، ونقرأ فيها: المجلس العسكري يوجه باستئناف الدراسة بالجامعات. وجه المجلس العسكري الانتقالي يوم الاثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية التي علقت مع بداية الاحتجاجات في شهر ديسمبر الماضي، وجاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع 11 للمجلس. ووجه وكيل الوزارة المكلف بالمهام الوزارية بروفيسور مصطفى محمد علي البلة خطابا لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة بفتح الجامعات والكليات كافة إنفادا لتوجيهات المجلس. وأكد البلة في خطابه أهمية تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي في البلاد حرصا على مستقبل الطلاب. وكانت وزارة التعليم العالي علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد. يعني قد يبدو أن التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار كان يوم أمس نهارا، وما لبثت الأوضاع مساء إلا وأن عادت إلى مربع تصعيد مرة أخرى. يعني هل يبدو التوقيت مناسبا من وجهة نظرك، وما تأثير هذا التصعيد المسائي على هذا القرار؟ طبعا هذا التوقيت غير مناسب البتة، وهذا القرار وإن كان صحيحا وربما يرى الناس وجهته من حيث أنه هؤلاء الطلاب فقدوا كثيرا من عامهم الدراسي، وربما الآن شبح التجميد للعام يتهددهم، لكن من المؤكد أن التوقيت خاطئ تماما. تعلم أن هؤلاء الطلاب يمثلون كتلة بشرية كبيرة جدا، وتعلم أنهم هم في مقتبل عمرهم، ومن ثم شحناء السياسة ربما تبدو كثيرة بينهم، ولأجل ذلك أن هذا التوقيت غير مناسب. ما لم تحل المشكلة على الأرض بين السياسيين وبين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتعود الأمور إلى طبيعتها ويفك هذا الاعتصام، فإن أي محاولة لفتح هذه الجامعات إنما هو إقدام على مغامرة، وإنما هو إقبال على مجهول، وإنما هو قفزة في الظلام، وإنما هو إشعال للنار. من المؤكد هكذا قرار ينبغي أن يراجع، وهكذا قرار ما ينبغي أن يمضى في تنفيذه. صحيح أن الطلاب فقدوا كثيرا من أيام عامهم الدراسي، لكن ما ينبغي أن نلقي بهم في اليم، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. هل تراها محاولة لفض الاعتصام كما يراها كثيرون؟ هي محاولة لإشعال النار، والنار من مستصقر الشرري. الأمر أكبر. وأنت تعلم أن الطلاب بينهم مواجهات سياسية، وأن الأحزاب دائما كانت تستخدمهم وقودا في صراعاتها، ومن ثم في هكذا في أوج الصراعات لا يمكن أن تفتح الجامعات للطلاب إلا إذا أردت أن تشعل فتنة وأن تشعل نارا. هذا الأمر يقود إلى كثير من المطالبات بضرورة تحجيم مسألة الممارسات السياسية على مستوى دور أو سوح الجامعات. كيف ترى مستقبل هذا الأمر بعد كل هذا التحول الحاصل الآن؟ طبعا نحن الآن نقبل على عهد ديمقراطي، ومن ثم ليس بالإمكان تحجيم العمل السياسي والنشاط السياسي في الجامعات، لكن المطلوب أن الأحزاب عليها أن ترشد ممارساتها السياسية، لأن الذي يجري في الجامعات إنما هو انعكاس لممارسات الأحزاب في خارجها. كذلك يعني بالعودة إلى الجانب الأكاديمي في هذا الشأن، تضرر الطلاب كثيرا بهذا التوقف الطويل لمزالة الدراسة الجامعية. عفوا، فأنا يعني في هذه اللحظات أتلقى بعض العناوين لما دار في المؤتمر الصحفي، نحاول أن نوجزها ونعلق عليها في نهاية هذه الفقرة. الجانب الأكاديمي يتحدث كثيرون أن الطلاب ربما تضرروا من هذا التوقف، يعني الأجدى أن يعود الطلاب لنقطة البداية مرة أخرى، أم كيف تبدو الرؤية لمعالجة هذا التوقف مرة أخرى في العودة إلى قاعات الدرس؟ لا أحد ينكر أن الطلاب تضرروا بما فيه الكفاية من إغلاق الجامعات، لكن الطلاب أنفسهم كانوا جزءا من هذه الضريبة الوطنية التي أديناها جميعا، وكانوا كذلك مكون أساسي ووقودا من وقود الثورة التي قدناها في مواجهة نظام قديم. وأنت تعلم أن التغيير واقتلاع نظم مستبدة كهذه امتد سنوات حكمها لعشرين عاما، لابد من دفع ضريبة، وهؤلاء الطلاب مثلما دفع البعض حياته
فداء لأجل أن يحدث هذا التغيير، فإن هؤلاء الطلاب اليوم يدفعون الثمن والضريبة فأن يفقدوا هذه الأيام العزيزة من أيام عامهم الدراسي. بالتالي كيف ننزع فتيل العنف من داخل المؤسسات الجامعية؟ الحل الذي يراه كثيرون ربما يقود إلى عنف. الحل الوحيد في نزع الفتيل أن ترشد الأحزاب ممارساتها السياسية، وأن تقبل بالديمقراطية حكما بينها، وأن تقبل بالحوار والجدال بالحسنى لإدارة محاوراتها ومفاوضاتها، وأن تكف عن أخذ القانون باليد، وأن نعلي من برنامج الحقيقة والمصالحة الذي طبقه نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا والذي طبقه كذلك ملك المغرب، في أن يقر المذنبون بذنوبهم وأن يعترف الفاعلون بأفعالهم، ثم بذلك يأتي الضحايا ويطرحون عفوهم، ثم تجرى عليهم من بعد ذلك تعويضات، وأن نتجاوز مربع من فشق بنته خرب مدينته. نعم، إذن نكتفي بهذا القدر في هذا الجانب، ودعنا نعلق على بعض ما جاء في المؤتمر الصحفي المنعقد في هذه اللحظات. هناك بعض النقاط التي أمدني بها الزملاء في الكنترول، بعض التصريحات لبعض المتحدثين في المؤتمر الصحفي. دعنا نبدأ بما صرح به حميتي، والذي قال: تجمع المهنيين قوى حقيقية لكنه لا يمثل الشعب. كيف تعلق؟ تجمع المهنيين هو المقصود، لا يمثل كل الشعب. وأصلا تجمع المهنيين هو عبارة عن تنظيمات نقابية، ومن ثم هو عندما يتحدث إنما يعني أنه يمثل مجموعة تنظيمات نقابية كانت معارضة لتنظيمات موالية للنظام الحكم البائد. هم يحصرون أنهم فعلا يمثلون نقاباتهم ولا يمثلون عموم الشعب، لأن عموم الشعب كله ليس ممثلا في هكذا نقابات. كذلك قال حميتي: نريد ثورة وطنية شبابية من غير أي أجندات. وفي هذا يعني أن هؤلاء الشباب الذين تصدروا المشهد السياسي والذين كانوا وقودا لهذه الثورة والذين هم كانوا الأداة الأكبر في إحداث هذا التغيير، أن هؤلاء الشباب ما ينبغي أن يقمط حقهم، وما ينبغي أن يزاحوا من المشهد، وإنما ينبغي أن يظلوا متصدرين وأن تعلى برامجهم، وأن يتم الانتصار لإرادتهم وكذلك الانتصار لتمثيلهم. نعم. حميتي كذلك لم يفوت عليه أن يتحدث عن الحركات المسلحة، والذي أكد أن لها الحق في التفاوض في سودان المستقبل في المشهد السياسي، فنحن من قاتلناها حسب ما قال. طبعا تعلم الآن هناك يدور اختلاف، طبعا هذه الحركات المسلحة كانت ممثلة في قوى نداء السودان، قوى نداء السودان هذا الذي يمثله حزب الأمة والمؤتمر السوداني والحركات المسلحة، والآن الجبهة الثورية تعلن أن الذين يفاوضون لا يمثلونها. كان عبد العزيز عشري يفاوض، قالوا أن عبد العزيز عشري لا يمثلهم، ومن ثم الآن بدت هناك بوادر اختلافات حول أن الذين يفاوضون لا يمثلون كل المكون لقوى نداء السودان. نعم. كذلك الكباش الناطق الرسمي باسم المجلس قال: نريد التفاوض مع الوفد المفوض من قوى الحرية والتغيير. هذا ما ذهبت إليه أنت في بداية الحلقة. طبعا تعلم أمس كانت تم الاتفاق، طلب الوفد المجلس العسكري من قوى الحرية والتغيير الوفد الذي يقابلهم، قالوا أمدونا بقائمة الأحزاب والتنظيمات الممثلة في قوى الحرية والتغيير والمنظمات. تعلم أن قوى الحرية والتغيير تضم تجمع المهنيين، وتضم نداء السودان، وتضم قوى الإجماع الوطني، وتضم تجمع الأحزاب الاتحادية المعارضة، وتضم كذلك منظمات مجتمع مدني. نعم. وطلب بقائمة بكلها اسماء هذه الأحزاب والمنظمات، هذه واحدة، والنقابات الممثلة في جمع المهني. الثانية، وفد المجلس العسكري كان قد طلب من الوفد المفاوض أن يأتوا بتفويض من قوى الحرية والتغيير. هذا التفويض يقول أن عمر الدقير مثلا وأن السيد صديق من حزب الشيوعي حول يمثلون تمثيلا، والذي ينتهي إليه يعبر عنه. هذا هو المطلوب. نعم. كذلك نختم بمسألة موضوع النسب. أكد المؤتمر الصحفي أو المتحدثون أنه موضوع تفاوضي،
ما يعني أنه قابل للتفاوض؟ بالتأكيد، وأنا قلت لك أنه لو تم الاتفاق على صلاحيات وسلطات كل مستوى مستويات السلطة ربما حل هذا موضوع النسب. نعم. لأن أصلا الخلاف في نسبة التمثيل لمن تكون الغلبة في المجلس السيادي خشية من أن تتمدى صلاحية هذا المجلس وتتقول على صلاحيات مجلس الوزراء. إن ضمن أنه لن يدخل على صلاحيات مجلس الوزراء فلن تكون هناك خشية لمن تكون الغلبة.